تأهلت مونيكا بويغ من بورتوريكو لنهائي بطولة أبيا الدولية للتنس المقامة في مدينة سيدني الأسترالية بعد انسحاب السويسرية بليندا بنتشيتش بداعي المرض من المجموعة الثانية، لتواجه مونيكا في النهائي الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا التي تغلبت بدورها على الرومانية المصنفة أولى عالميا سيمونا هاليب بواقع 7-6 و6-3. وفي فئة الرجال حجز البلغاري غريغور ديمتروف مقعدا له في النهائي على حساب لاعب لوكسمبورغ جيل مولير بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و7-6 يواجه في النهائي الصربي فيكتور ترويتشكي.